خلينا نبدأ أخبارنا النهاردة وننقل لحضراتكم كل اللي بيحصل في الإمارات قبل ساعات بالتأكيد من مباراة السوبر أمام النادي الأهلي. روح معنوية بالتأكيد مرتفعة، جلسات تحفيزية متواصلة، على رأسها طبعا قيام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عادته قبل المباريات طبعا المهمة والنهائيات، إنه بيتواصل مع اللعيبة والجهاز الفني طالبهم بضرورة الفوز لإسعاد جماهيرهم جماهير القلعة البيضاء. كمان المستشار مرتضى وعد لعيبة الزمالك بمكافأة مالية ضخمة فورية بعد العودة إلى القاهرة في حالة الفوز بالسوبر، وده سمعناه طبعا في كلمة المستشار، وقال لهم إن مكافأتكم الأكبر هتكون طبعا إنكم تفرحوا جماهيركم بالتأكيد، والمكافأة المالية كده كده كالعادة هتاخدوها. المستشار مرتضى كمان فتح خطوط اتصال دايما مع باسة الفريق قبل ساعات من المباراة، وحرص على الاتصال بشكل دوري مع الأستاذ أحمد مرتضى منصور رئيس بعثة الزمالك في الإمارات بالتأكيد علشان يطمن على أحوال البعثة حالة اللعيبة قبل طبعا مباراة السوبر المرتقبة.